الفاعلين على المستوى الإقليمي. أتمنى أن يسود الانسجام والتشارك الذي يجب أن يطبع العلاقات بين كافة مكونات المجلس من أجل أداء المهام المنوطة بنا، ونكون عند حسن ظن ساكنة إقليمنا العزيز. قضية بالولاية يديروا واحد الجينة بقاو الصياغة ديال الاتفاقية باش حنا ما يتصدقش المجلس ديالنا واحد سميتو يكون عندنا حنا واحد مثلا كاين شي نفس الاتفاقية ما عندنا الحق عدلها لأنه صدق عليها المجلس إلا صدق. جيت كنمثل الجهة في الدورة ديال المجلس الإقليمي اللي انعقد دورة استثنائية اللي انعقدت اليوم بخصوص واحد جوج الاتفاقيات اللي كتعلق بين المجلس الإقليمي والجهة. والاتفاقية الأولى هي اتفاقية ديال النقل المدرسي للجهة ساهمت ب 10 مليون درهم لاقتناء الحافلات ديال النقل المدرسي لإقليم غوليمو، واللي غتفك واحد العزلة بين الجامعات القرويه والدواوير اللي تابعين للجامعات. والاتفاقيه الثانيه هي اتفاقيه ديال نقل ديال القوافل الطبيه اللي حتى هي غتساهم في عده فحوصات على الصعيد الاقليم، وخاصه الناس المعوزين والناس اللي كيتنتقلوا من البوادي لاقليم غوليمو. وهاد القافلات كتلعب واحد الدور كبير في هادشي ديال الطب. وشكرا. برسم السنه الماليه 2023 والبالغه 3,732,366 درهم. بمبدا سنخية المداخيل مع اعتماد القاعده الجاريه. السي رشيد غاشور حاكم تبغي تدخل في هذه الماده ديال 29، وانتم كاملين اعضاء ديال المجالس والحمد لله راسلتوا المجالس وفي التسيير وفي هذه، راه كتعرفوا الحاجه ان مجالس الجنه راه كنديروا مقررا بالتداول وعدم التداول فقط. الدائمه المختصه لدراستها، وفي حال عدم دراسه اللجنه الدائمه لاي سبب من الاسباب المتعلقه بمساله عرضت عليها اش كنتو كتصيفطو لنا في الايميل ديالنا وما صيفطتو، هذه كتثبت على انكم نتوما ما بغيتو واحد الطرف يحضر. استدعات الدوره من رئيس المجلس الاقليمي عدد 951 صيفطناها ب 31 اكتوبر، ها هي صحافه 31 اكتوبر، وحنا اليوم يوم 9 نوفمبر. سيتادير قبل من اسبوع يعني، والقانون كيقول 7 ايام.